خلينا أخذكم إلى هذا الخبر كمان. يستعد أكثر من 9000 طالب لعمل أولى التجارب العلمية المتعلقة بالفضاء على الأرض، وذلك عبر الارتباط اللحظي مع تجارب ريانا برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية. في هذه التجارب سيخوض الطلاب 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، تستهدف كل تجربة مرحلة تعليمية معينة. هذه التجارب اللي طبعا أعلنوا عليها أنه راح يسووها 14 تجربة علمية وتتعلق بالبيئة والاستدامة. الجميل في الموضوع هي مشاركة هذه التجارب أول بأول مع الطلب، يعني مستوعبين أنه من الفضاء، من محطة الفضاء الدولية، راح يكون في بث مباشر مع مجموعة مختارة من الطلبة، طبعا يعتبر عددهم بالآلاف، ويستطيع إحنا كمان أننا نشوف هذا البث وأيضا مشاركة هذه التجارب. فراح تكون في كثير من الأسئلة من الطلبة لرواد الفضاء، ورح يستفيدوا منها أكيد هذه التجارب اللي رح تهيئ هؤلاء الطلبة إنه كيف ممكن يكملوا هذه التجارب والبحوث على الأرض. يعني أنا أحس هذا الشيء اللي قاعد يصير، حتى أنه الناس اللي مهتمة واللي مهي مهتمة بهذا الشيء حتهتم، لأنه شيء جديد علينا، أول مرة إحنا قاعدين نعيشه، فبيصير في حب اكتشاف كثير. طبعا طبعا.